والدي تجاوز 50 عاما وهو بصحة جيدة والحمد لله، ولكنه عصبي جدا وقاس جدا علي وعلى إخوتي، وذلك بسبب خلاف قديم من عمره 20 عاما بينه وبين أهل أمي، وهو يعاملنا معاملة قاسية جدا جدا حتى إنني لم أعد أطيق العيش في المنزل. وجهوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. عليك بالصبر والاحتساب والبقاء مع والديك، وعليك أيضا بإصلاح ذات البين مهما أمكنك ذلك، ليس هناك وسيلة غيرها إلا السعي في الإصلاح والصبر على ما ينالك من والدك، وأنت على خير إن شاء الله. نعم.